بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس السادس اللي خاص بتقنية الـ ASP.NET Web API. في هذا الدرس سنناقش ASP.NET Web API Media Type Formatter. أنا محمد إماد عرفة. بهذا الدرس سنناقش الأمور التالية اللي هي ما هي خلينا نحكي الـ Media Type Formatter وكيف بإمكانك أنك ترجع JSON فقط من خلال الـ ASP.NET Web API Service. كذلك أيضا كيف بإمكانك أنك ترجع الـ XML فقط من خلال الـ ASP.NET Web API Service. وكذلك أيضا كيف بإمكانك أنك ترجع JSON بدلا من الـ XML من الـ ASP.NET Web API Service لما يتم عمل الريكوست عن طريق الويب براوزر. كذلك إذا رح نشير إلى مقالة بتشرح كيف بإمكانك أنك ترجع خلينا نحكي CSV Formatted Data بداخل أو من خلال اللي هو الـ ASP.NET Web API Service. طبعا أنا بوصي أنك قبل ما تبدأ بهذا الدرس أنك تراجع الدرس التالي اللي هو الدرس الثالث والدرس الرابع والدرس الخامس. أوكي، الآن بالبداية ما هو الميديا تايب فورماتر؟ الميديا تايب فورماتر هو عبارة عن أبستراكت كلاس، بحيث أنه كل خلينا نحكي الميديا تايب مثلا عندك الجيسون ميديا تايب فورماتر، عندك الأكسم الميديا تايب فورماتر، خلينا نحكي كل هاي الأنواع هي عمالها بتعمل إنهيريتنس من هذا الأبستراكت كلاس اللي هو ميديا تايب فورماتر. أنا رح أروح مباشرة على الفيجوال ستوديو ورح أستخدم خلينا نحكي نفس خلينا نحكي البروجكت اللي استخدمته خلال الدروس الماضية. رح تلاحظ أن أنا هنا باللاين الأول عمالي بعمل اللي هو كاستمايزيشن، بحيث أنه هنا بدي أعمل ايدنتيشن زي ما احنا فعليا شايفين، وأنا أيضا هنا عمالي أيضا بعمل اللي هو كامل كيس بدلا من الباسكال كيس لتر. اوكي، لو بروح مباشره الى الجيسون فورماتر راح تلاحظ انه لو بعمل رايت كليك وبروح مباشره على جو تو ديفينيشن او بضغط على F12 راح تلاحظ انه هذا هو الجيسون فورماتر واللي هو موجود من هذا النيم سبيس اللي هو system.net.http.formatting. انا بروح مباشره على الجيسون ميديا تايب فورماتر وبعمل عندي هون اللي هو F12 راح تلاحظ انه في له عماله بعمل انهيرتنس من البيز جيسون ميديا تايب فورماتر. لو بضغط ايضا عليه اللي هو F12 راح تلاحظ انه البيز جيسون ميديا تايب فورماتر عماله بيعمل انهيرتنس من هذا الكلاس اللي اسمه ميديا تايب فورماتر. فبالتالي خلينا نحكي كل انواع الميديا عمالها بتعمل انهيرتنس من هذا الكلاس اللي هو ميديا تايب فورماتر. لو بعمل F12 عليه راح تلاحظ انه وداني على الميديا تايب فورماتر واللي هو بحد ذاته عباره عن ابستراكت كلاس. اوكي تمام، اذا هذا هو الكلاس بكل بساطه. تمام، اذا بكل بساطه اذا هذا هو الميديا تايب فورماتر. خلينا نحكي اي كايند اوف ميديا عماله بيعمل انهيرتنس من هذا الابستراكت كلاس اللي هو ميديا تايب فورماتر. اوكي، الان السؤال اللي بيطرح نفسه كيف بامكانك انك ترجع جيسون فقط من خلال ASP.NET Web API بغض النظر عن الاكسبت اللي ممكن انت تبعت له اياه. تمام، لو بروح الان مباشره عندي على خلينا نحكي ضمن خلينا نجي نحكي اللي هو الويب براوزر راح تلاحظ انه عندي هنا هذا هو الـ API employee. لو باجي بعمل عندي هنا اللي هو انتر او مباشره بدي اعمل ريكويست، لكن قبل ما اعمل ريكويست راح تلاحظ انه هنا عندي فيدلر هو امتي. فلو باجي مباشره بضغط على انتر راح تلاحظ انه انا عندي هذا هو الريكويست اللي عمله له كابتشر. اوكي، لو بروح مباشره على الكومبوزر راح تلاحظ انه عندي خلينا نجي نحكي قبل ما اعمل له كومبوزر لو بضغط دبل كليك عليه راح تلاحظ انه الداتا مالها بترجع بشكل XML. تمام، الان لو بروح مباشره على الكومبوزر وبغير عندي هون الاكسبت اللي خلينا نحكي الابلكيشن من جيسون الى XML راح تلاحظ انه هو اوريدي عرض لي اياها بال XML لانه هذا الريكوست جاء عن طريق اللي هو الويب براوزر. الان لو بدي ارجعه خلينا نحكي كجيسون وبضغط عندي الان اكسكيوت راح تلاحظ انه راح تختلف شكل الداتا وراح يرجع لي اياها كجيسون. الان انا بكل بساطه اللي بدي اقوم بعمله هو اني بغض النظر عن خلينا نحكي الفاليو اللي راح ابعتها الى الاكسبت عندي هون اللي هو خلينا نحكي هيدر، انا بدي اياه دائما يرجع لي اللي هو جيسون. فبالتالي كيف بامكانك انك تعمل هذا الامر؟ وطبعا لاحظنا انه اول ما نعمل ريكوست عن طريق الويب براوزر هو بيكون على شكل خلينا نحكي XML. اوكي، الان كيف انا بدي ارجع الداتا بشكل خلينا نحكي دائم على شكل جيسون بغض النظر عن الفاليو راح تمرقها الى الاكسبت هيدر. تمام، الان بكل بساطه راح نقوم مباشره بداخل عندي اللي هو خلينا نحكي الكونفيجريشن ميثود راح اقوم مباشره بعمل ريموف للXML فورمات. اوكي، خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. راح اروح مباشره عندي ضمن الفيجوال ستوديو كود راح اقوم باغلاق عندي هذا الكلاس. الان مباشره راح اعمل كوميتد لهاي اللاينز اللي احنا قمنا بكتابتها طبعا بالدرس الماضي، ومباشره راح اقوم الان ب
بمنادات عندي هذا اللي هو الكونفج، خلينا نحكي اوبجكت، فبالتالي راح احكي عندي هون اللي هو كونفج دوت عندي فورماترز دوت عندي ريموف، فايضا عندي هون راح احط انه عندي هون ريموف راح تاخذ اللي هي بارامترز اللي هو من نوع خلينا نحكي ميديا تايب فورماتها، فبالتالي راح اجي احكي له عندي هون اللي هو كونفج، وطبعا راح امرق له عندي هون اللي هو فورماترز دوت عندي هون اللي انا فعليا بدي احذفه هو عباره عن الاكس ام ال. احنا شفنا باي ديفولت ضمن عندي هون الريكوست، لو رجعت مره ثانيه عملت عندي هون اللي هو ايشيو لهذا الريكوست، لو رحت الان على فيدلر لاحظ انه عماله برجع لي باكس ام ال، تمام. وطبعا ليه؟ لانه هذا الريكوست جاء عن طريق الويب براوزر، ولو بروح مباشره الى الهيدر لاحظ انه عندي الكونتنت تايب له هو عباره عن ابلكيشن اكس ام ال. اوكي، الان الفكره انه كيف ارجعه بشكل دائم جيسون، سواء انت قمت بوضع بداخل كومبوزر جيسونز او اكس ام ال بدي يرجع بشكل دائم جيسون، تمام. فلذلك انا راح اروح مباشره عندي هون واحكي له انه انا احذف لي الاكس ام ال فورماتر. اوكي، الان خلينا نروح مباشره نعمل عندي هون اللي هو سيف ونعمل بيلد للبروجكت حتى اضمن ما في عندي اي مشكله. راح تلاحظ انه اعطاني هون بيلد ستارتد، والان عماله بيلد سكسيدد. الان لو بضغط مباشره على كنترول اف 5 راح اروح مباشره واعمل كولينج للاي بي اي امبلوي، لكن قبل ما انادي او خلينا ننادي الاي بي اي امبلوي. اوكي، الان خلينا نروح مباشره نقوم بحذف كل هاي الريكوستس الموجوده عندي هون، تمام، ونرجع مرة ثانية نعمل عندي هون اللي هو run. اوكي، الان انا مرة ثانية عملت عندي هون اللي هو execute لليو ار ال، فراح تلاحظ انه رجع لي الداتا على شكل جيسون فورمات. الان لو بروح مباشرة على فيدلر وبعمل دبل كليك لاحظ انه رجع لي على شكل جيسون. الان السؤال اللي بيطرح نفسه، لو رحت على الكومبوزر وغيرته من جيسون ل XML، تمام، هل راح يعدل لي الاكس ام ال؟ بكل تاكيد ما راح يعدل لك اياه، تمام. فالان لو باجي بعمل اكسكيوت وبعمل دبل كليك عليه لاحظ انه ستيل عماله بيرجع لي جيسون، بالرغم من اني كاتب ضمن عندي الاكسبت هيدر هو عباره عن اكس ام ال، لكن هو اي ريكوست صار بنعمل على مستوى خلينا نجي نحكي هاي السيرفيس اللي قمنا احنا بانشائها راح مباشره يحذف منها الاكس ام ال فورماتر، فبالتالي بشكل دائم راح يرجع لك اللي هو جيسون. اوكي، الان السؤال اللي بيطرح نفسه انه انا لو بدي ارجع اكس ام ال فقط بشكل دائم، تمام، للاي اس بي دوت نت ويب اي بي اي سيرفيس، الان رح نعمل العكس، رح نحذف مين؟ جيسون فورماتر. فلو بروح الان مباشره على الكود مره اخرى ومباشره رح اقوم الان بحذف عندي هون الاكس ام ال، ورح اختار عندي هون اللي هو جيسون فورماتر، ومره ثانيه رح اعمل عندي هون اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد زي ما احنا فعليا شايفين. الان رح اضغط مره ثانيه على كنترول واف 5، راح مرة تانية عندي هنا اللي هو أنادي اللي هو الـ API Employee. الآن من المفترض إنه رجع لي إياهم على شكل XML، لاحظ إنه رجع لي إياهم على شكل XML. الآن خلينا نروح مباشرة على فيدلر ونحذف كل الـ Requests الموجودة عندي هون، ونرجع مرة تانية نعمل ريكوست جديد، فبالتالي راح أضغط مرة تانية على Enter، لاحظ إنه عمل له Capture هذا الريكوست. الآن لو بعمل دبل كليك لاحظ إنه الداتا على شكل XML. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، لو مباشرة أخذت عندي هذا خلينا نجي نحكي الريكوست ومباشرة قمت الآن بتحويله خلينا نجي نحكي إلى خلينا نحكي شكل جيسون، هل راح يروح مباشرة يعدل لي على شكل جيسون؟ بكل تأكيد لا. فلو بروح الآن مباشرة وبكتب له عندي هنا اللي هو application، وباجي بكتب له عندي هنا اللي هو احنا راح تلاحظ انه الداتا رجعت معي اللي هي XML، انا بدي ارجعها عندي هون اللي هو جيسون. فلو باجي بعمل الان execute، لو بعمل دبل كليك لاحظ انه ستيل عماله برجع لي XML، حتى ايضا ضمن الريسبونس هيدر لاحظ انه الكونتنت تايب هو عباره عن ابلكيشن XML. اوكي، الان ايضا من النقاط المهمه انه كيف بامكانك انك ترجع جيسون بدلا من الاكس ام ال. لو بروح مباشره الى الكود راح اروح مباشره للفيجوال ستوديو وراح مباشره اعمل كوميتد لهذا اللاين حتى نشوف فعليا باي ديفولت شو اللي عماله بصير معي. الان لو بعمل عندي هنا اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد وبضغط الان على كنترول واف 5، انا راح اروح مباشره واعمل كولينج، لكن قبل ما اعمل كولينج لاي شيء خلينا نقوم الان بحذف كل الريكوستس الموجوده عندي هون. انا راح اروح عندي و مباشرة راح ارجع مرة ثانية هون اعمل عندي اللي هو ديليت. اوكي، الان راح اروح على الويب براوزر وراح انادي عندي هون اللي هو اي بي اي امبلوي.
رح تلاحظ انه مجرد ما اعمل عندي هون اللي هو انتر رح تلاحظ انه عرض لي الداتا بشكل اكس ام ال، فرح تلاحظ انه اي ريكويست بيجي عن طريق الويب براوزر رح يكون هو على شكل اكس ام ال. ولو بروح مباشره بالتحديد الى هذا الريكويست اللي انا قمت فعليا بمناداته، تمام، اللي هو اي بي اي امبلوي زي ما احنا فعليا شايفين، تمام، وبضغط دبل كليك عليه، رح تلاحظ انه برجع لي داتا اللي هي اكس ام ال. ليه؟ لانه باي ديفولت اي ريكويست بيجي عن طريق الويب براوزر بيكون الهيدر تاعه هو عباره عن ابلكيشن اكس ام ال. الان السؤال اللي بيطرح نفسه هو اني كيف اخلي يرجع اللي هو جيسون بدلا من الاكس ام ال. فعليا في عندي تو ابروتش. اول ابروتش انه بامكانك انك تحدد له اللي هو سبورتد ميديا تايبس. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. راح اروح مباشره ضمن الفيجوال ستوديو كود، وبالتحديد عندي خلينا نحكي ضمن الويب كونفيج، وراح اجي احكي له عندي هنا، راح انادي عندي هون الكونفيج اوبجكت، راح احكي له انه بدي اتحكم بالفورماتر بحيث انه انا بدي يرجع لي جيسون فورماتر، وطبعا راح احكي له عندي هنا اللي هو سبورتد ميديا تايبس، تمام، وراح اضيف عندي هنا اللي هو سبورتد ميديا تايبس اللي انا بدي اياه. اوكي، خلينا نجي نعملها على تو لاينز زي ما احنا فعليا شايفين، ومباشره عندي هنا راح اجي راح تلاحظ انه عندي هنا عماله هاي الاد ميثود بتاخذ اللي هي ميديا تايب هيدر فاليو، فبالتالي راح اجي احكي له عندي هنا اللي هو نيو من هذا الكلاس اللي هو ميديا تايب هيدر فاليو، وراح تلاحظ من ضمن الكونستراكتر هي بتاخذ التايب اللي انت بدك تدعمها فيه. انا بما اني بدي اياه يرجع لي خلينا نحكي جيسون لما ينعمل الريكوست عن طريق الويب براوزر، فبالتالي راح اجي اقوم الان بكتابه عندي هنا اللي هو تكست اتش تي ام ال. اوكي، اذا هاي هي الفكره بكل بساطه. بعد هيك رح اقوم بعمل اللي هو سيمي كولون ونعمل بيلد للبروجكت. راح تلاحظ انه عندي هنا اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. الان لو برجع مره ثانيه بعمل على كنترول واف 5 وبقوم الان باغلاق عندي هنا اللي هو التاب اللي اوريدي كان مفتوح، ومباشره رح اروح انادي عندي هنا اللي هو اي بي اي امبلوي. راح تلاحظ انه رجع لي اياهم على شكل جيسون. فالان لو برجع مباشره عندي هنا وبعمل ديليت ومره ثانيه بعمل عندي هنا اللي هو انتر، راح تلاحظ انه شو شكل هذا الريكوست. الان راح تلاحظ انه هنا باي ديفولت دبل كليك عليه، راح تلاحظ انه هنا مباشره اعطاني انه ريسبونس بودي از انكودد، فبالتالي بدي اعمل عليه كليك حتى اعمل له ديكودد. راح تلاحظ انه عمل لي له ديكودد. انا بروح مباشره على الجيسون، راح تلاحظ انه رجع لي اياه بشكل جيسون، فبالتالي الريكوست اللي صار بنعمل من خلال الويب براوزر صار رجع معي على شكل جيسون بدلا من الاكس ام ال. لكن في نقطه مهمه جدا بدنا ننتبه لها، انه لو بروح مباشره على الهيدر راح تلاحظ انه هون عندي الهيدر هو ضمن الكونتنت تايب هو تكست اتش تي ام ال، لكن في الواقع هو عمل رجع لي جيسون. فبالتالي لو انت مهتم انه يكون ضمن الكونتنت تايب بدلا من التي اكس تي اتش تي ام ال ككونتنت تايب، بدي اياه يكون اللي هو بدلا من هاي الفاليو اللي هي تكست فورورد سلاش اتش تي ام ال، بدي اياه يكون جيسون ابلكيشن جيسون ابلكيشن بالتحديد فورورد سلاش جيسون. فحتى نعمل هذا الامر الان راح نروح مباشره ونستخدم عندي الابروتش الثاني، لكن قبل ذلك خلينا نروح مباشره على الكومبوزر، وفعليا خلينا اقوم بحذف كل شيء موجود عندي هنا واخذ عندي ريكويست كما هو. راح تلاحظ انه هذا هو عندي الاكسبت، تمام، هو رجع لي اياه جيسون. لكن السؤال بيطرح نفسه، لو انا جيت حكيت له عندي هنا بدي اياه يكون على شكل اكس ام ال، هل راح يروح يغير لي الاكس ام ال؟ نعم بكل تاكيد، لو بعمل عندي هنا دبل كليك راح تلاحظ انه غير لي الاكس ام ال. لو بدي اياه على شكل خلينا نحكي جيسون، فبالتالي بكل بساطه راح تروح تعدل له اياه وفعليا راح ياخذ جيسون. فبالتالي بهذا التعديل هو عماله باخذ اي تايب انت بتحدد له اياه زي ما احنا فعليا شايفين، لكن الفكره انه اصبح اي ريكوست بيجي من قبل ويب براوزر بناء على هذا التعديل اصبح بيكون على شكل جيسون. اوكي، الان شو هو السكند ابروتش اللي ممكن احنا فعليا نمشي فيه؟ الان خلينا نجي نعمل عندي كوميتد لهذا الموضوع. الان بكل بساطه راح نقوم الان ببناء عندي كاستم جيسون فورمات، فبالتالي راح اروح مباشره عندي هون واقوم فعليا ببناء عندي انذر كلاس، فبالتالي راح نيجي نحكي له الان عندي public، عندي هون اللي هو كلاس، وبعد هيك راح اسمي عندي هذا الكلاس، راح اسميه كاستم جيسون، خلينا نجي نسميه مثلا فورماتر. اوكي، طبعا راح يعمل انهيرتنس من كلاس اسمه جيسون ميديا تايب فورماتر، واللي هو راح يكون موجود طبعا ضمن نيم سبيس اللي هو خلينا نجي نحكي يوزنج سيستم دوت عندي نت
دوت عندي هون اللي هو HTTP دوت عندي هون اللي هو formatting. اوكي، اذا هذا النيم سبيس راح نستخدمه. فبالتالي الان انا راح اعمل عندي inheritance من هذا الكلاس اللي اسمه جيسون. خليني نكتب عندي هون جيسون ميديا عندي تايب فورماتر. بعد هيك مباشرة راح اقوم بمنادات الكونستراكتر، فبالتالي او فعليا راح انشئ كونستراكتر اللي هو راح يكون كاستم جيسون فورماتر، وطبعا راح بداخله احدد انه بدي الانيشيالي يكون هو عبارة عن تي اكس تي اتش تي ام ال حتى ياخذ جيسون. فبالتالي راح نيجي نحكي له عندي الان this dot support media types دوت عندي هون اللي هو add، ومباشرة رح تلاحظ انه هون باخذ عندي باراميتر من نوع ميديا تايب هيدر فاليو. فبالتالي رح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو new من هذا التايب، وطبعا هون رح ياخذ الفاليو هي عبارة عن تكست زي ما احنا فعليا شايفين، ورح نحكي له عندي هون اللي هو HTML. اوكي، اذا هذا هو اول نقطة. انا بحاجة كذلك الامر لاني اعمل override، بحيث انه انا ما بدي اياه لما يجي ينعمل request عندي من قبل اللي هو البراوزر. رح تلاحظ انه هذا هو الريكوست من قبل البراوزر، ما بدي اياه يعمل لي ضمن الهيدر يكون الكونتنت تايب تاعه تي اكس تكست اتش تي ام ال. ليه؟ لانه هو برجع جيسون، انا بدي اياه يكتب لي هنا اللي هو جيسون وليس تكست اتش تي ام ال. فبالتالي انا بحاجه لاني اعمل اللي هو اوفررايد لميثود تسمى ب set default content header. فبالتالي راح اروح مباشره واعدل على هاي الميثود. فبالتالي اذا راح نروح مباشره نعمل override الميثود اللي احنا مهتمين فيها اللي هي اسمها set default content header. راح تلاحظ انه بداخلها عندي اللي هي بتاخذ التايب وبتاخذ الهيدر وبتاخذ الميديا تايبس. انا بهمني اللي هو الهيدرز، فبالتالي راح اجي احكي عندي هون الهيدرز دوت عندي content تايب. هذا الكونتنت تايب راح اجي احكي عندي بدي اياه ياخذ اللي هو الابلكيشن، بحيث انه بدي يقوم بوضع هاي الفاليو اللي هي ابلكيشن فورورد سلاش جيسون. اوكي، الان راح اقوم مباشره بعمل لندي سيف. الان بعد ذلك الخطوه الثانيه اللي هي لابد انه نعمل ريجستر لهذا الكلاس اللي هو عباره عن كاستم جيسون فورمات في الويب كونفيج. فبالتالي راح اروح مباشره عندي هون وانادي، بحيث راح اجي احكي له عندي هون الكونفيج دوت فورماترز دوت عندي اد، ومباشره راح الان امرق له اللي هو الكاستم. تمام، الكاستم راح يكون هو عباره عن نيو custom json format. اوكي، ذاتس ات. اوكي، الان مباشره راح اعمل عندي سيف. الان خلينا نجي نعمل بيلد. لاحظت انه اعطاني هنا بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. الان لو برجع مره ثانيه بعمل رننج للابلكيشن، وبروح مباشره بنادي عندي هنا اللي هو الاي بي اي امبلويز وبقوم باغلاقه. الان قبل كل شيء خليني اقوم باغلاق كل عندي هنا الريكوستس الموجوده. الان لاحظت انه رجع لي اياهم على شكل جيسون. مرة تانية عملنا capturing للريكوست. الآن لو بعمل دبل كليك عليه لاحظ انه رجع لي جيسون من اللي هو الريكوست اللي اجى من الويب براوزر. الآن لو بروح مباشرة على الهيدرز لاحظ انه الكونتنت تايب اصبح application جيسون. اذا انا فعليا في عندي two approaches بامكانك انك تتبعهم، اللي هو اول ابروتش اللي احنا ذكرنا عنه اللي هو هذا الابروتش، لكن راح يقوم باظهار اللي هو الكونتنت تايب عندك كون اللي هو تكست اتش تي ام ال. اذا انت ما بدك يقوم باظهارها وبدك يقوم باظهار عندي ابلكيشن جيسون، فبالتالي لابد انك تروح على الابروتش الثاني وتعمل ريجستر للفورماتر. اوكي، الان قبل ما ننهي الدرس طبعا بامكانك انك تزور هذا اللي هو اللينك. هذا اللينك بورجيك انك كيف تعمل كاستم ميديا تايب فورماتر، خلينا نحكي لديتا تكون على شكل سي اس في. اوكي، الان هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم. بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.